ما بلا شعر بطعم عيد ولا حتى حس انه في عيد. معذبين وضحونا تراح الحال وعيدونا برا من بيوتنا. ظروف صعبة، وضع صعب، عالقين بدون أسباب، ما عارفين الأسباب شنو، جوازات سارية، ونحن حتى لو الجوازات ما سارية أسوة بأخواننا الفات المفروض نمشي. يعني مرقتنا الحرب، مرقتنا الدانات والصواريخ بفوق تضرب، مرقنا من المنازل وأنا مريضة. يعني إحنا ليلة شهرين عالقين يا جماعة، لا قادرين نصل لأهلنا ولا قادرين نصل أهلنا الخارج السودان. إحنا في ظروف سيئة، أطفال عيانين، ما قادرين نصل لمستشفيات، ما قادرين نشرب موية صحية. رغم المعاسي والأوجاع ورغم التشتت والعذاب، لكن الحمد لله نقول قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله جاء أحلى.